بعدين سيبي بقى خالص الشهر ده، وخليه كده يكون في حالة رواق مع نفسه، وبلاش الأسئلة التقليدية اللي بتعمل تصلب في الشرايين للرجالة بعد الشر عليهم وبعد الشر على قلبهم، وخاصة سؤال أعمل لك إيه على الغدا النهاردة. سؤال أعمل لك إيه على الغدا النهاردة ده، أو نفسك في لحمة ولا فراخ عشان ألحق أطلعهم من الفريزر عشان يفكوا، ده مش أزمته مش مشكلته خالص الشهر ده. أرجوكي سيبيه مركز في اللي هو مركز فيه، وبلاش تخرجيه من المود. بعدين أكيد أنتي عارفة هو بيحب ياكل إيه وما بيحبش ياكل إيه، فعمليله من الأكل اللي بيحبه من سكات، وبلاش تعصبيه بالأسئلة بتاعتك. أهم حاجة تنوعي، يعني مش كل يوم نفس الأكل عشان ما يزهقش برضه وتلاقيه نازلك بقى في يوم كده يقولك إيه أنا هاكل مع صحابي بره يتفرجوا على الماتشات بره على أي قهوة ولا على أي كافيه. خليكي أنتي شاطرة وذكية، نوعي في الأكل وخليه جنبك يتفرج بس جنبك، حتى لو ملكيش في الكورة حاولي تحسسيه إنك بتشاركيه اهتماماته. لو حسستي جوزك وقت الماتشات إنك بتشاركيه اهتماماته، وقتها جوزك ده هيكون أسعد واحد في الدنيا. اسأليه مثلا قبل الماتش كده بتشجع منتخب مين يا حبيبي، وقعدي جنبه اتفرجي وشجعي انت كمان، يعني شجعيه بس من غير مبالغة ولا أفورة، ومن غير ما تسأليه مين لابس ايه والحكم ده بيعمل ايه، شوفي هو بيعمل ايه واعملي زيه بالظبط وخلاص. لكن قوانين اللعبة وترتيب المجموعة والحاجات اللطيفة دي نبقى نسأل عنها بعدين لما الماتشات والمونديال يخلص. طيب حاجة تانية مهمة جدا، ايه هي الحاجة دي؟ المخرجين في كاس العالم بيركزوا على المدرجات زي ما بيركزوا برضو على الملعب واللعيبة، فكل شوية هتلاقي الكاميرا راحت على بنت حلوة قاعدة من البرازيل، ست جميلة من الأكوادور، واحدة بترقص من المكسيك، فلما تلاقيه باصص للشاشة ومبتسم ده من قبيل إنه مبسوط بالحدث كليا، بالكورة عموما وبالإخراج، مش معجب بالبنت أو الست اللي قاعدة في المدرج. فأرجوكي حضرتك ما ينفعش كل شوية تصغري له كده وتقولي له إيه مالك بتبص كده ليه، معجب بيها ولا إيه، ولا في عينك لما الكاميرا تيجي على المدرجات، لأنك كده والله بتقفليه منك مش من كاس العالم خالص. الراجل أساسا حزين وقلب وجعه إن منتخبنا مش في البطولة، فما تبقيش أنتي والزمن ومنتخب استنغال عليه. أهم حاجة وقت الماتش تكوني تعيشي المود. الخمس دقايق الأخيرة في كل شوط، الخمس دقايق الأخيرة في كل شوط خليكي ناصحة بقى، تيجي في الوقت ده تحديدا وتطلبي من جوزك اللي انت عايزاه. لو طلبتي عينيه هيديها لك عشان يخلص ويعرف يركز في الماتش، وغالبا هو في الخمس دقايق الأخيرة في الماتش بيكون مش سامعك أساسا، مش شايف حد ومش سامع حد. فاطلبي يا ست الكل واحلامي زي ما انت عايزة، هتلاقيه ما بيعترضش على أي حاجة. ده أكتر وقت هتلاقيه في الحياة مسالم فيه. اطلبي واتمني واحلمي، امتى؟ آخر خمس دقايق في الماتش، روحي الزقي جنبه على الكنبة واطلبي بسرعة، هيقولك ماشي وحاضر من غير ما يكون سمع انت قلتي له ايه. حاجة برضو أخيرة، لو لقيتي جوزك وقت البطولة مثلا بيناديلك يقولك يا ليفا ولا يا ليو ولا يا سي ار 7، ده كده بيدلعك مش بيخونك او ناسي اسمك لا سمح الله، لان الاسامي دي اللي انا قلتها دلوقتي دي اسامي لعيبه عادي، فوارد هو بيتفرج على التلفزيون يندمج فينادي باي اسم، افهمي الموضوع. كمان لو جوزك زملكاوي وبيتفرج على ماتش لتونس وجه يندهلك وقالك يا جزيري عادي عديها. لو جوزك اهلاوي وقالك فين الشاي على له برضه عديها، ما تاخديش في بالك وما تدقيش في الماتش، هو هينادي بالحاجه اللي هتيجي قدامه، ده كله سايريه عشان الماتش يعدي على خير.